هيدي كمان طيب فتي يا اخي كانت العملية سهلة وكان كلش مريقل كان كلش مسطر ما في حتى إشكال ما فكانش فيه ولا مشاكل ونتمنى أنه الناس كاملة تتقدم لصناديق الاقتراع وتعبر الصوت تاعها وما تخليش ذيك الحاجز ذاك تاع أنا ما نروحش ما ننتخبش ولا نقاطع ما ادري بهم قاعد يعبروا على الصوت تاعهم. بالنسبه لبروتوكول صحي يعني وفرنا الكمامات الناخبين يعني والعمليه كما يقول لك انطلقت بنجاح والحمد لله كاين بعض الاحترام في المسافات الامان تاع الكورونا هذه والحمد لله ان شاء الله العمليه انطلقت بخير.